بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الفضلاء أجمعين أن يقولون، وأظن هذا قلته مراراً، إن مقدمة أي لقاء هي أشبه بمقدمة أي كتاب، ومقدمة أي كتاب هي عقد ما بين مؤلف الكتاب وقارئه، والمعنى أن الخطأ والصواب بعد ذلك إنما يحاكم به إلى المقدمة، فما لم يلتزم به المؤلف في المقدمة لا يحق لأحد أن يحاكمه فيه، وأنتم طلاب علم، فلا يمكن أن يفهم الإنسان مراد مسلم رحمه الله في جمعه للصحيح حتى يقرأ مقدمته، ولا يستطيع أن يحاكمه في أسانيد الرجال وغيرها حتى يقرأ المقدمة حتى يكون على بينة هل هذا مراده أو غير مراده. هذا الأمر اقتبسه بين يدي هذا اللقاء، فهنا المقام قطعا ليس مقام وعظ لأسباب عديدة، أولها مثلي لا يعظ مثلكم، مثلي لا يعظ مثلكم، والمقام كما ترون نحن في صالة أفراح، المقصود فيها مسألة توعوية، توعوية ليست شخص يوعي آخرين، لا، أنا كنت يوما ما ولازلت أتمنى العودة إليه زميل مثلكم أقوم بالتوعية في المدارس، وإن كنت أنا ذاك لست يعني مشرفا رسميا مثل ما تحظون به، أن هذه العصبة تعتمدون عليها قوية كونك معين من قبل الإدارة. فالمقصود هنا تلاقح أفكار، هنا لقاء قد أنا أسوق تجربة مررت بها، أنت تقيم هذه التجربة لست ملزما بها كلها، لكن قد تستضيء لك أشياء تضمها أنت إلى خبراتك، فنصل جميعا إلى المقصود. هذا هو المقصود الأسمى من اللقاء، وهذا الذي أنا جئت من أجله، وهذا الذي فهمته من خطاب مشايخنا الفضلاء عندما وجهوا الدعوة إلي، أجزل الله مثوبتهم. على هذا بناء على هذه المقدمة نبدأ كلامنا. الدعوة إلى الله جل وعلا في المدارس أو في غيرها مهمة الأنبياء، وتحتاج إلى شيء عظيم مهم جدا بصرف النظر عن حالك في الدعوة، وهي قضية النصح الحق لله تبارك وتعالى، وهذا من غش فيها أحدا إنما يغش نفسه، ولهذا كان الأنبياء يقولون إني لكم ناصح أمين. فالدين كله قائم على النصح، والنصح في مفرداته العربية الشيء الخالص الصافي، وفي الحديث الدين النصيحة. فهذا الأمر عندما يدخله أحدنا يدخله بأنه ينصح للمسلمين فيه، ونتكلم بكل وضوح، من لم يكن قادرا على أن ينصح نصحا خالصا من الشوائب لا حظوظ للنفس فيه ولا لأي أحد وراءك لا يقرب هذا الباب، لأنه من الصعب أن يقضي الإنسان ليله ونهاره وجهده ويدفع ربما من ماله ويختصم مع آخرين وهو ليس ناصحا حقا لربه جل وعلا. إذا تحقق هذا، أنا أعظ نفسي قبل أن أعظكم، إذا تحقق هذا ننتقل للأمر الثاني، كيف يكون النصح لله تبارك وتعالى؟ طبعا غير الله مندرج في هذا المقام. كيف يكون النصح لله تبارك وتعالى؟ يكون النصح لله تبارك وتعالى في هذه القضية وفي غيرها أن الإنسان
إذا اختصم عنده أمران، حق لله محف، لو قاله لزيد لانتفع هو نفسه فيه، يعني هو القائل، وحق ويختصم معه شيء آخر يجتمع فيه، حق لله وحق لغيره، تبقى حظوظ. حظوظ لمن؟ واسع كلمة حظوظ لمن؟ حظوظ للنفس، حظوظ للمدير، حظوظ لفكر أنا أراه، حظوظ لزميل، حظوظ لأي حظ لأي أحد، مفتوح، لأن دافع زيد غير دافع عمرو، لكنه يجعل. ولذلك جاء في الأثر لما سأل أحد الأنبياء ربه لما عظمت إبراهيم، قال ما اجتمع في قلبه أمران أنا في أحدهما إلا اختارني على غيري. فهذه هي القضية، قضية نصح لله تبارك وتعالى تقوم على هذا الأمر والعلم التام به. الأمر الذي بعد القاعدة الثانية، قضية وجد النصح، وجد الرغبة، يحتاج المرء بعد ذلك إلى آلية في أمور قد تستغرب الآن أن أقولها، لكن أنا أتكلم بعد سنين في هذا الباب، وهي قضية أنه لابد أن نستصحب ونحن في المدارس سن الطالب. هذا مهم جدا، أننا في مدرسة لسنا في مسجد، أن سلطتي على الطالب ليست سلطة أب ولا ولاية شرعية، أن الطالب جاء أصلا ليدرس وفي مواد دين مقررة عليه. هذه الأمور عندما تصحبها الإنسان وهو يدعو تعينه كثيرا على أن يدعو دعوة تؤتي ثمارها، ليست دعوة آنية، ليست دعوة حماسية. نرجع الآن إلى التطبيق. في قضية التطبيق لابد أن نعرف أن سن الطالب في الابتدائية غيره في المتوسطة، وفي المتوسطة غيره في الثانوية. في الابتدائية لم يجري عليه قلم التكليف، فمخاطبة الطالب لم يجري عليه قلم التكليف ليست كمخاطبة شاب يجري عليه قلم التكليف. السن نفسها نحن سأتكلم يعني من غير ترتيب، لأن قلت أنا لست هنا في منبر جمعة، مثال يعني نأتي بمثال واضح زي كذا. لا، يعني نحن من أخطائنا أننا يدخل طبعا أنا أقول هذا الكلام يعني في هذه نقطة أنا ستقولها في المقدمة، وهي أنا أخاطب وأذكرك أنت أو تراجع معك الحديث أنا وأنت حتى نوعي المدرسين الذين في المدارس. يعني أنت لا تدعو المدرسة كلها، أنت الذي ستنشر فكرة الدعوي الصحيح في المدرسة، فأنت يعني نقوم بأدوار أن تقوم بها في المدرسة، يعني الخطاب ليس لك بقدر ما أنت حامل للخطاب لغيرك، فتكون أنت على بينة منها. أعود فأقول مثلا طالب المدرسة من أخطائنا، لأن تطلح بالأمثلة الأمور، يأتي إنسان يتكلم عن مثلا أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من أصبح منكم اليوم صائما، من الحديث الذي فيه الأربعة، الصيام والصدقة واتباع الجنائز وعيادة المريض، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فيأتي وهذا يحصل، المعلم يقول إما في درس الحديث أو في حصة التوعية أو في حصة اللغة العربية إذا كان موسوم بالصلاح، يقول هذا أبو بكر قل لي بالله أن تكلم الطالب إيش سويت. هذا تحميل للطالب ما لا يطيق ولا يمكن أن تقبل. لا تقارن الصديق رضي الله عنه يوم أسلم كان عمره 38 سنة، هذا أول يوم في الإسلام، فلا تقيس الصديق وقد تجاوز 50 وهو ملازم النبي بطالب في مرحلة ابتدائية يرى من الصوارف ما لا يرى. لأن الإنسان إذا واجهته مثل هذه المواجهات التكليفية الصعبة وطالبته فيها أو وبخته عليها لم تعرضها عرضا صحيحا، ممكن أن تقولها لكن مو بالطريقة هذه. ماذا يحصل؟ سيقرر هو في ذاك الوقت أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون الصديق أو يقول ما في أمل أوصل للصديق، فينتكس ويتخذ طريق ضائع يبقى معاه ربما طول الحياة، لأنه وقتها أختار أنا ممكن أو غير ممكن فيختار طريق. فلا يقبل مثل هذا الكلم في المرحلة الابتدائية ولا حتى في المتوسطة ولا حتى في الثانوية. أنا أقصد هنا حول باب مراعاة السن للطالب، هذا الأمر لابد من استصحابه جيد، ونحن نكلم حادث الطلاب واقع حالهم واقع الصوارف، مما ينبغي كذلك مراعاته في مثل هذه المسائل أن هؤلاء أن
هؤلاء الطلاب أنا لا أملك سلطة شرعية عليه، يعني لا أستطيع أن أجبره ولا أستطيع أن أطالبه ما ليس له حق، ولا بد أن أستصحب أن سنه لها اعتبارات معينة ما أستطيع أنا ولا غيري إقفالها. هذا عدم الإقفال يجعلني لا أتكلم في المنهيات كثيرا، ولكن أتكلم في المأمورات أكثر، يعني أحاول أن يكون هدفي صلاح قلبه لمرحلة متقدمة، لا يكون همي وقت الحال. وهذا يتأتى في أن مثلا مسائل الكرة هذه ما ينبغي في ظني تناقش داخل المدرسة، ولا يلتفت إليها المعلم ولا يجعلها ديدنه ويقول أنا أريد أن أنزعها. هذه يستطيعها أب، يستطيعها شخص ذو ولاية، لكن أنت في المدرسة لو شغلت بنفسك بهذا الأمر مع الطالب، هذا بالنسبة له حالته بيئته، هو قد يأتي يجد أباه يجد أخاه على هذا المنوال، فأنت صعب تنزعها منه، فأنت شغلت بنزعها وعجزت ولم تقدم له شيئا آخر، لكن أنت لا تجعل الطالب هذا الذي بين يديك مهمتك في المدرسة أن أمنعه من الكرة، لا تجعل هذا قصدك. حتى لو أصبت في 5% 10% لست مصيبا. هذا القلب الآن الذي في مرحلة متوسطة مثلا كوسط، يكن همك أن يمتلي حبا لله، ليكن يمتلي قلبه تعظيما لله. هو إذا دخل استطعت أن تنتصر إلى أنه يعظم الله، يحب الله، يجل الله، يحب أن يسمع شيئا عن وصف ربه جل وعلا وعن وصف نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا استطعت أن تصل إلى هذه المرحلة، هو مع الأيام سيبقى متأثرا بتلك الكلمات. في كل مرحلة هو كل مرحلة سينزع ثوبا من الثياب غير المقبولة، سينزع ثوبا من الثياب غير المقبولة حتى يصل في سن معين خالصا جدا. لكن من يكون همي إن هذا الثوب لابد أن يزع واجعلها مفصلية، يلاقى أنا وإياه في خط، أنا وهو في خطأ عظيم، نصبح ما عندنا قضية إلا هذا الأمر. لا يعني هذا أنه يشجع أو يقال لا، لكن هنا يأتي التغافل. هذه الأمور لا تفتحها مع الطلاب، تنزع الهيبة ولا تفتح مع الطلاب البتة، وحتى تعطي قلت الكلام غير مرتب، لا بد من تبقى هيبة، والهيبة ملتصقة بشيء اسمه الغموض. كل ما كان الإنسان فيه شيء من الغموض عند من يعرفه يقع فيه يقع هيبته عند الناس، هذا الغموض مهم جدا مع الطلاب. لكن لما يكون الإنسان منبسطا في الحديث مع الطلاب إلى أقصى حد فإن الهيبة تقل، وبالتالي الفائدة تقل، لأن الإنسان جرت العادة أنه يعض بالنواذج على كلام من يعظمه، على كلام من يجله، لكن إذا كان لا يعظمه ولا يجله لا يقبله. مراعاة مثلا مدير المدرسة، ما ليس مقبولا أن يكثر أحد الذين يدعون في المدرسة من الاستئذان والخروج وعدم القيام بالواجب، ثم يطلب من المدير أن يتعاون معه. أترك للناس دنياهم يتركوا لك دينك، أترك للناس دنياهم يتركوا لك دينك. هو إذا وجدك أنت أقل المدرسين استئذانا وأقلهم تأخرا وغيابا استحيا منك، لأن بداهة يعني أي مدير مدرسة وأي مسؤول لا يحب أن يغيب حتى لا يفتح باب من المشاكل معه، فلما تقفل له أنت هذا الباب تجعله مطمئنا سيتعاون معك. لكن ليس من المعقول أن يدخل المعلم في منازعات مع زملائه مع إدارته، ثم يأتي بالجانب الآخر يقف بعد الصلاة يعظهم أو يخبرهم، لن يسمع منه أحد ولن ينظر إليه نظرة إجلال، وقد يقول الناس في قلوبهم ما لا يستطيع أن يجهروا به أمامك، لكنه أيا كان الأمر لن يقبلوا منك. مراعاة حال المدرسين، فلا بد من أنك تصبر. لما جاء في الحديث إنه من يتقي ويصبر، يظن الناس الصبر لا بد أن تبتلى بمرض أو سجن حتى يسمى صبرا، هذا الصبر أهون أنواع الصبر. لماذا أهون أنواع الصبر؟ لأن الإنسان يشعر أن ليس بيده حل فيصبر اضطرارا. لكن ما هو الصبر الحقيقي؟ الصبر على شيء تستطيع أن تفعله ثم لا تفعله،
هذا هو الصبر الحقيقي. من هذا أن المدرسين كما تعلم لهم جلسات، فلما تقل جلوسك معهم حتى لا تسترسل في مزحهم وتسمع الكلام المزاح وأنت قادر على أن تجاريه، ثم تصبر لا تريد أن تجاريهم وترى لهوهم، ثم تصبر لا تجاريهم في اللهو، ثم يتحدثون في عالم الرياضة مثلا وأنت ربما تعرف، ثم تصبر لا تتكلم، أو يتكلمون في أمور المال والأسهم فلا تتكلم، فتصبر رجاء تترك لهم الدنيا حتى إذا تكلمت في الدين التفتوا إليك. لكن ليس من المعقول أن تجاريهم في هذا كله وتخوض معهم في الحديث ثم بعد ذلك تأتي لهم بوجه غير ذلك لم يألفوا وتحدثهم حديثا معينا، لن يقبلوا منك، لأن مخيلتك صورتك في مخيلتهم ما تساعد على أنك تعطي هذا العطاء. فأنت لابد أن تصبر، تصبر على تكليف المدير، تصبر على أحاديث الزملاء ما تخوض فيها، تصبر على أمور الدنيا في المال. لكن لما يكون مثلا مدرس التربية الإسلامية، يعني أتكلم أنا بوضوح، يحمل رأس الجمعية في المدرسة وينظمها ويطالب أن يكون أول واحد في الجمعية، فيفهم منه رغبته في المال، رغبته فيه، وإن كان حقا ولم يأكل حراما، لكن وضع نفسك في هذا الموضع لن يساعدك أبدا على أن تحمل رسالة. ما تستطيع أن تحمل رسالة، حتى لو حملتها تحملها بضعف، لأن هذه الأشياء تغير تؤثر في قضية عطائك في عطاء الإنسان في المدرسة. وقلت أنا لا أخاطبك عينا، أنت ناقل الفكر. هذه جهة معينة في التوعية لابد أن يستصحبها المعلم. ماذا نقول للطلاب؟ هذه مهمة جدا في قضية الحديث عن الطلاب. أنا أقترح، وكنت أفعل هذا في كعب بن مالك أنه كنت في مرحلة متوسطة، أن تختار يوم في الأسبوع تتفق فيه مع مدرس التربية البدنية على أن التمرين الرياضية تكون مختصرة جدا ذلك اليوم، وفي كل أسبوع يوم واحد في الأسبوع لو 10 أو ربع ساعة الليل مخصصة أصلا لما يعرف بالاصطفاف الصباحي، تخصصها إما آية تشرحها تناسب الطلاب تناسب المدرسة أو حديث، لا تدخل فيه في باب الفقهيات، لا تدخل فيه في باب الفقهيات، لأنك إذا دخلت في باب الفقهيات فإن المدرسين بعض زملائك فيهم قصور كثير، فالطالب ينظر يسمع في كلامك وينظر في معلمه، فالمعلم يغتاظ، ففتحت على نفسك جبهة نزاع أنت في غنى عنها. وقلت لماذا تحصل جبهة النزاع؟ لأن يكون هم المسؤول عن التوعية هم آني هم حالي، أنا أريد فلان يترك الدخان يعني يترك الدخان، يجعل هذا همه، ليس هذا هو الهم. هو الهم أن تبني قلبه، أن تزده بصيرة في الدين، وأن تأتيه بشيء من المأمورات. لو حببت إليه فقط قيام الليل عبر سنة كاملة أخرجته من عندك يقوم الليل، ثق أن هذه الخصيصة ستجعله يعيش حياته كلها على هدى ويدعو لك. ليس القضية قضية محل نزاع آني في اللقاء، المقصود من خلال هذا اللقاء الأسبوعي أنت تقول ما تريد أن تقوله، لكن بأسلوب لا تجعل لك خصما، لأن قلت كما قلت لابد أن تستصحب أنك في مدرسة ولست في مسجد، لابد أن تستصحب أنك في مدرسة ولست في مسجد. قلت في الأول وأنا أتكلم السلطة الشرعية، لست أبا لست أخا، هذا من باب النصح، لا تقترب من الطلاب أكثر من اللزوم، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، فلا يكون في قرب لا عاطفي ولا جسدي ولا وقتي مع الطلاب أكثر من اللازم. هذا يعرض أي إنسان يفعل هذا وإن كان من أكثر الناس نقاء وطهرا يعرضه إلى ما هو في غنى عنه، فيكون الكلام دائما كلام عام شامل على ملأ، في فصل كامل، في بعض الصلوات، في الفسحة، في أشباه، في أشباه ذلك. أحيانا من كما قلت الأخطاء التي تحصل مناقشة الطلاب في قضايا أكبر من عقولهم، فتأتي مثلا أحداث زي ما كانت تحدث مثلا أحداث العراق، وكنت أنا أعانيها عندما كان ابني
أنا ذاك محمد كان في المرحلة الابتدائية. فقضايا في العراق تزل فيها أقدام وتحتار فيها أفهام وتوقف فيها علماء، يأتي مدرس فاضل أخ كريم لكن يناقشها مع الطلاب، والطالب لا يمكن عقلية الطالب في المرحلة الابتدائية تفهم ما حدث في العراق، مستحيل. ثم يناقشها يبث فيهم آراء يبث فيهم أقوال. أنا أتكلم عن قضية أنه مثلا جهاد وما جهاد، لا هذه قضية أخرى، لكن ظلم الطالب. الطالب عقليته ما تفقه هذا، ما يفهم ماذا يراد، ولا يمكن أن يفهم شيئا مما تقول. لكن القضية التي تقال للطلاب، يعني القضايا التي تعمل في المرحلة هذه، هو التعريف الحق بنبينا صلى الله عليه وسلم، تعظيم الله، قضية بره لأبيه بره لأمه، إيجاد همة عالية في الطالب، محافظة حفظه من شيئين عظيمين، هذه أولويات. باب المخدرات والفواحش، هذا يكون هم أكبر للتوعية الإسلامية، إننا ننتشئه في باب الشهوات من الفواحش والمخدرات. والباب الآخر باب الفكر الضال. حتى نذكر أحد المجربين الكبار في السن، قال الآن الذي عنده ابن ما دخل في عالم الفكر الضال ولا دخل في عالم المخدرات، أفرض أحمد الله للنهر، لأن الابن إذا دخل بفكر الضال أو دخل في المخدرات لا تحكمه، لا تستطيع أن تحكمه البتة. لكن إذا ما دخل في هذين، عافاه الله من هذين، أنت قادر على أن تحكمه. وما دمت قادرا على أن تحكم ابنك فأنت إن شاء الله إلى خير، لكن إذا فر من يدك هي المصيبة. فأبناء المسلمين، أنا يعني كمعلم أهم ما يجعلني أهتم قضية أنني أحافظ عليهم من باب الفواحش، هذه أعظمها وأتحدث عنها وأخوف من مزارقها، وباب المخدرات وباب مثلا الفكر الضال. لكن لابد أن أغرس في قلبه إيمانيات عظمى بطرائق شتى، ومثلكم لا يعدم مثل هذا الرأي، أغرس في قلبه محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، استعظام أنه في المدينة. أضرب لهذا أمثلة وطبق هذا على واقعي، أتحدث معهم، أأتي بنماذج من السلف في حياتهم، لكن أأتي بها، قلت لا من باب المحاكمة وإظهار ضعفه حتى لا تصبح ردة فعل، وإنما أتي بها للاستئناس أحيانا وللحديث عن كيفية أن ألين قلبه لله. وأشدد كثيرا على قضية بر الوالدين. لا تقول إن أنت، لا يعني أن كلامك عن بر الوالدين وعن تعظيم الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تعرف إلا هذا، لا، لكن المقام لا يسمح لك أن تتكلم بأكثر من هذا. لكن أنت شخصك الكريم وعلمك، ممكن تكون إمام مسجد، خطيب جمعة، يجرى معك مقابلة في صحافة، قل ما تشاء من العلم، لكن أمام الطلاب لابد أن يخاطبون على قدر عقوله، تدريجيا ينتشل. ثم كذلك مهما بلغ سوء المدرسين لا تحاول أن تنازعهم، ترى الحياة أقصر خاصة في المدارس، يعني العمر الزمني تقضيه في المدرسة أنت مع تكليفاتك بأعمال أخرى أقصر من أنك تفتح لنفسك على نفسك أبواب تحاول أن ترقعها قبل أن تفتح الباب. أنا كنت مدرسا، يمكن بعض طلابي موجودين، كانت المدرسة التي فيها مدرسون شيعة، فكان بعض زملائنا يأخذها عناد، و24 ساعة هم والآخرون في نقار. أنا كنت مشرف إذاعة وعندي غرفة، كنت أقول للمدرسين الشيعة ترى فطوركم في غرفتي، ما حد يقبلهم، أجيبهم عندي في الغرفة الفطور. كفيت شرهم، أحدهم مدرس تربية رياضية كان اسمه قاسم، فهو يعرف أني لو خرجت من غرفتي ما حد يقبله. فأنا أجي يوم الاثنين، كنت في كعب أنا من الجديد، أقول له يوم الاثنين ما في طابور إلا هذه، استرح استعد ووقف وأنا أتكلم. كنت أنا الله يعني صعب أتحدث عن نفسه، لكن ما أذكر استأذنت إلا بحالات نادرة، ما أخرج من المدرسة، فلما تخرج أنت بالنسبة للمدير شخص مريح فيسكت عنك، لأن المدير لا يريد أن يفتح معه، يكفي اللي عنده مخبلينه. فكنت أتكلم كل اثنين، مكثت على هذا والله 7 سنين، أتكلم يوم الاثنين أدرس.
قد استفيد منها طالب ذاك الوقت، قد يكون ما استفاد منها بعد ما تخرج، لكن كان علاقتي مع هؤلاء ومع غيرهم عدم التصادم معهم، هذا له طريق آخر في الدعوة مو لازم في المدرسة. لكن أنت العاقل يعني تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قبائل عدة، لما يأتيك الآن إنسان علماني أو غربي ويسألك ما الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر أشياء منها ستذكر أن الرسول يريد أن يبلغ دعوة ربه، فكان لا يحاول أن يفتح باب الخصومات مع القبائل، فلذلك حتى اليهود تزوج منهم حتى لا يفتح نفسه باب خصومات. كلنا نعلم أنك أبي عيسى رحمة الله تعالى عليه تزوج من عدة قبائل حتى لا يفتح نفسه باب جبهات النزاع في جزيرة العرب. هذا عقل لا بد من استخدامه مع تقوى الله جل وعلا. الله جل وعلا جعل أسباب، قال في حق ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. لكن إذا كنت أنا متخاصم مع المدير، متخاصم مع المدرسين، لا تأتي لا تكلف الطالب، ترى الأستاذ فلان فيه وفيه وفيه وفيه، ما يمكن أصبح داعية موفق من يحمل لواء مثل هذا. لا، سواء كان على مذهبك أو كان على غير مذهبك، كن عند الطلاب، يعني المدرس يكون عند الطلاب مثال الطهر، مثال النقاء، يقبل منه. ولهذا الله جل وعلا جعل نبيه كما تعلم 40 عاما مثال طهر ونقاء، ونقاء ما يتكلم بعد كذا إلا من في قلبه شيء، لكن ما يستطيع يتكلم في ماضيه. وأبو سفيان كما تعلم لما حاور هرقل ما وجد مدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمة واحدة، قال نحن وإياه في عهد ويمكن يغدر حتى لا تحسب عليه كذبة، لكنه ما استطاع أن يقول في 40 عاما شيئا لأنه مثال طهر هي مثالها. لا يعني ذلك أنا أقول والي غير مذهبك ما أقول بهذا عاقل، لكن يتكلم حكمة عقل، هو كونه يأكل في طعامك هذا ليس ولا أن ولا براء. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهود، لكن لا بد الإنسان كلما أراد أن ينفع الناس أكثر لا بد أن يوسع عباءته ويحتضنهم يتحملهم ويصبر، القذى ولا العمى، خليها في العين تؤذي ولا تنعمي بالمرة. لكن ما دائما كلما عظم المطلوب يعظم مهره، والحديث الخراج بالضمان، كل شيء يعظم غنمه يعظم غرمه، هذه كلها لابد من استصحابها. وأنا أدعو إلى الله، أعود للأصل الأول، كل ما قلنا هباء منثورا إذا كان الإنسان لا يريد بهذا وجه الله، تبقى عاد حظوظ أخرى خارج المدرسة، تبقى أمور أخرى خارج المدرسة. خارج المدرسة قيام الليل، وهذا نص الله عليه من أول أيام الدعوة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال بعدها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا حتى تكون قويا في النهار. أحسن صلتك بالله في الليل في أي أمر تريد، في الدعوة في المدارس أو في غيرها، وكلنا له مرغوب ويخشى من مرهوب، لكن إذا كان هناك حظ من قيام الليل ولو يسير هذا هو النور الحق الذي تعيش به في النهار. يقرأ الإنسان في تجارب الآخرين، يقرأ في أحوال الناس، في تراجم العظماء، حتى يخطط ما اخططوه أو يستفيد مما أتوه، حتى يكون قادرا على أن يقدم رسالة عظيمة في مسجده. بقيت أمور لا تخفى عليكم قائم بها الإخوان في الإشراف التوعوي، الشيخ عمر والفضلاء الذين معه، في قضية مسألة الآلية أو ما هي البرامج أو ما هي المسابقات، هذه أنا كفيت إياها يعني لا أحتاج أن أتحدث فيها. هذا ما أستطيع أن أفيدكم به في هذا اللقاء، لا أدري كم مضى من الوقت، لكن إذا كان في هناك أي سؤال أي مداخلة أي تعليق أي زيادة أنا بين يديكم.